ما كنتش عايزة أمثل أصلا، ودخلت التمثيل علشان أغيظ حد ومش هتجوز تاني. ده كان من ضمن تصريحات مثيرة للجدل قالتها إيمان العاصي في برومو برنامج معكم منى الشاذلي اللي بتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، واللي هتكون ضيفة معاها الحلقة الجاية. والكل منتظر يشوف الحلقة علشان يعرف سبب تصريحاتها اللي قالت فيها مش هتجوز تاني وما كنتش عايزة أمثل أصلا، أنا دخلت التمثيل علشان أغيظ حد بعينه مش علشان بحب التمثيل. وده بعد تألقها وتصدرها الترند بمسلسل جعفر العمدة مع النجم محمد رمضان، وكان المسلسل للمخرج محمد سامي واللي كان الأعلى مشاهدة في شهر رمضان 2023، وكان متصدر الترند والجمهور كان منجذب ليه بشكل كبير. وظهرت فيه إيمان العاصي في دور شر مثلته بإتقان، وهو دور دلال فتح الله، ومن كتر إتقانها الشر الجمهور كله كان بيتكلم بس عن دلال فتح الله ومصايبها السودة، واللي كانت زوجة لمحمد رمضان وكان متجوز غيرها ثلاثة. وما بين صراعات بنكتشف في الآخر إن دلال فتح الله هي السبب في كل حاجة حصلت في المسلسل من أوله لآخره. وقالت إيمان العاصي إنها فرحانة جدا بالمسلسل والدور وردود أفعال الجمهور عليه، وقالت إن الشغل مع محمد رمضان مختلف تماما، وكمان شكرت المخرج محمد سامي اللي قدمها في دور مختلف وجديد عليها.